الجبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سنتكلم سيداتي سادتي عن هوية المسيحيين العرب أو الناطقين بالعربية في الشرق الأوسط. طبعا المرجع هنا هو من جهة السيد المسيح والإنجيل الطاهر والتقليد الكنسي، ومن جهة أخرى التاريخ. هويتنا نحن مسيحيون. قال ربما نسمع أحيانا أننا نحن أولا عرب ثانيا مسيحيون. هذا ما يقوله الملحدون منا أو غير المتدينين. هل فعلا كنا أولا عربا وبعد ذلك في الزمن بالنسبة للأهمية، يعني عندما نقول نحن عرب قبل أن نكون مسيحيين، شو القبلة هاي؟ هل هي زمنية يعني عبر التاريخ، أم معنوية يعني الأولوية، زي ما نقول بالعرب الدارج الأهمية للعروبة أكثر من المسيحية؟ في الواقع معظم المسيحيين العرب، ولا أريد أن أتكلم عن معظم العرب، لا، معظم المسيحيين العرب، بل لنشملن أيضا عفوا المسلمين العرب معظمهم هنا في الشرق الأوسط، لم يكونوا عربا. مثلا في مصر فراعنة أو الأقباط، الأقباط هم الشعب الفرعوني الذي صار مسيحيا، أي جبتوس. شمال أفريقيا هم من البربر، يعني ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، لم يكونوا عربا. غير شبه الجزيرة العربية والأردن، مع أنه مثلا في عمان كثير من العمانيين لحد اليوم يعني ليسوا من أصل عرب. إذا قلنا بشكل عام شبه الجزيرة العربية وشرق الأردن، بالنسبة لفلسطين هاي أرض كنعان ولم يكونوا عربا، وفلسطين، سوريا، العراق، لبنان، كلهم كانوا ينطقوا باللغة الآرامية اللي بعدين صاروا يسموها عندما أخذت أبجدية خاصة ولهجات خاصة بعد اعتناق هذه الشعوب للمسيحية، صاروا يسموها السوريانية. يعني فلسطين، لبنان، العراق، سوريا كانوا يحكوا سورياني. سورياني هو آرامي مسيحي، إما غربي أو شرقي، قبل ما يصيروا عرب. يعني لما استقبل البطريرك القديس صفرونيوس الخليفة عمر بن الخطاب، البطريرك صفرونيوس ما كانش عربي، البطريرك صفرونيوس كان سورياني من مواليد دمشق، واسمه بلينثاس ووالدته ميرثو. إذن كل أسامي سورياني. إذن نقدر نقول إنه المسيحيون الأردنيون اللي فعلا أصلهم من الأردن، والمسيحيون أصلهم من شبه الجزيرة العربية، نعم هذول كانوا عرب وبعدين صاروا مسيحيين منذ القرن الميلادي الأول. ولكن معظم العرب الثانيين، بظن في عنا ما لا يقل عن 22 دولة عربية مع فلسطين، معظمهم ما كانوا عرب
إلا بعد منتصف أو ما صاروا عرب إلا بعد الأربعينات من القرن الميلادي السابع. شو يعني القرن السابع؟ يعني إنه قبلهم 7 قرون كانوا معظمهم مسيحيين، وفي كمان قبائل وشعوب وعائلات أصلها يهودي، بعدين صاروا عرب مسيحيين، صاروا مسلمين وإلى آخره. إذا نرجع بنقول إنه بالنسبة إلنا كمسيحيين مؤمنين، للمسيحي المؤمن أولا أنا مسيحي، يعني الأهم عندي إني أكون مسيحي وبعدين عربي. ثانيا من ناحية زمنية، فقط للمسيحيين اللي أصلهم من شبه الجزيرة العربية ومن شرقي الأردن، هدول كانوا عرب قبل ما يصيروا مسيحيين، وطبعا كانوا مسيحيين قبل ما يصيروا مسلمين. بالنسبة لا إذا هويتنا، هلا ما معنى كلمة عرب؟ عرب بقول لك إنه تأتي من جدهم يا عرب أو يعرب، هذا تفسير، ولكن في كمان تفسيرين. تفسير الأول من الآرامية، القبائل الآرامية كانت تحكي عن هاي القبائل عرب، عرب يعني غرب الفرات، غرب نهر الفرات. إذا تسمية عرب هي تسمية آرامية، وعلى فكرة طلع عرب وغرب بس ناقصها النقطة، بالعبري عرب وغرب هي نفس الكلمة، عرف، عرف تعني عربي وتعني غربي، ما عرف. هنالك أيضا تفسير آخر، عرب من عربة برضو باللغة الكنعانية هالمرة، وعربة باللغة الكنعانية اللي اليهود بعدين أخذوها أو أخذوا لهجة منها كما ورد في أشعياء 19-18، عرب من عرباء يعني الصحراء، سكان الصحراء، سكان البادية البدو. هلأ نيجي لهويتنا إذا بتسمحوا في فلسطين. فإذا بدنا ناخد إشي مشترك هويتنا في فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، كل هاي الدول، كل هاي البلاد اللي بيسموها سوريا الكبرى كلها كانت ناطقة باللغة السوريانية. لليوم على فكرة المسيحيون العراقيون بالذات في الشمال ما بيحكوش عربي في البيت، بيحكوا سورس، سورس يعني سورياني، سورياني يعني أشوري. واللي ما بعرفش يحكي سورث بقول عنه بعرفش يحكي مسيحي. وفي أحد المطارنة مطران يعني شاب وضليع ما انتخبوه بطريرك للكلدان، أحد الأسباب بعرفش يحكي مسيحي لأنه نشأ في سوريا فبحكي اللغة العربية باللهجة السورية، بعرفش يحكي مسيحي. أيضا في لهجتنا نحن زي ما قلنا في فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، تصور في بلاد هاي صار فيها نزاعات، في مرات حزازات بين فلسطيني ولبناني، مثلا جنوب لبنان وشمال فلسطين، ما هم كانوا كله هذا كله سوريا الكبرى، عشان كتير من أهلنا في الجليل يعني شمال فلسطين أصلهم لبناني. الأبرشيات الموارنة، أبرشيات الروم الكاثوليك كانت تابعة، مثلا أبرشيات الموارنة في حيفا، ما كانش في أبرشية موارنة للموارنة في حيفا أو في الناصرة، كانت تابعة لمطران صور وين؟ في جنوب لبنان. ليش؟ لأنه في الأساس كانت كلها منطقة واحدة، الحدود هاي هي اصطناعية بيننا، الحدود هي
اصطناعية بينها. إذا اللغة السوريانية، شو هي السوريانية؟ السوريانية زي ما قلنا هي الآرامية المسيحية، وعشان هيك عندنا كثير عبارات كلمات مش عربي في لهجتنا، لأنها بقايا هذه الهوية السوريانية التي مع الأسف ضاعت. يعني هل نحن ضد اللغة العربية؟ لا، بس حلو زي ما بيعمل أخوتنا السريان وزي ما بحاولوا يعمل أخوتنا الموارنة خصوصا في الولايات المتحدة مثلا، إنه نحكي عربي وأيضا نعرف لغة آبائنا وأجدادنا اللي هي السوريانية، اللي هي لهجة من لغة السيد المسيح الآرامية. برجع وبقول حتى ما حدا يفهمني غلط، هيني بحكي عربي، إنه إحنا على فكرة برضو كان فضل كبير للمسيحيين العرب خصوصا في لبنان في إحياء اللغة العربية بعد عصر الخمول الذي ألم بها طبعا المعلوف، معلوف بستاني اليازجي، كلهم هدول عمالقة اللسان العربي، عمالقة اللغة العربية، كلهم مسيحيين وبالذات اللبنانيين. بديش أحكي عن دور مسيحيين آخرين في لبنان، في فلسطين، في العراق، لا، إحنا بس بدنا نحكي عن اللغة. إذن الطقوس، الطقس السورياني كمان طبعا كثير بيشبه الطقس البيزنطي الكلداني، وكل هاي الطقوس تتشابه لأنه العناصر المهمة فيها الجوهرية هي نفسها، وكلها منطلقة من وين؟ من طقس القديس يعقوب. طقس القديس يعقوب، على فكرة كلمة يعقوب أول أساقفة القدس، على فكرة كلمة طقس، هلا من شوي يقول الطقس، طقس اللي حتى اليهود أخذوها، تقس، تقس بالقاف باليوناني، تاكسي، تاكسي يعني الترتيب، اندكسي لليوم بكرة في اليونان في قبرص يقول لك اندكسي، اندكسي يعني جيد، يعني حسب الترتيب. إذا هذه الكلمات كنت ألمح على كلمات وعبارات، مثلا الناطور، الناطور فش بالعربي فعل نطر، ولكن بالسورياني نطار يعني حرسة، انطور، هاي الصيغة، انطور، كتوب، اسماع، كلمات تبدأ بالسكون، هاي كلها من السورياني، لأنه بالعربي فش كلمة تبدأ بالسكون. مثلا عندنا الأفعال على الوزن شفعل، شفعل مثلا، خلينا نقول شلفق الموضوع، شقلب المسألة، شلفق، شقلب، يعني هاي الأفعال هي أفعال آرامية بالعرب، بالآرامي في وزن شفعل، العرب بالآرام في شفعل، العربي فيش وزن شفعل، بالعربي فيش وزن شفعل. إذا هذه هي صيغة آرامية. وزي ما قلنا في عنا كثير عبارات، هذا طبعا غير أسماء وكلمات وألفاظ من الليتورجية، من الطقوس الدينية، لأنه بده يكون أساسها يا يوناني يا آرامي، أحيانا عبري، ولكن هذه ماذا تدل؟ تدل إنه هاي شعوب أخذت اللغة الآرامية، لأن اللغة الآرامية كانت اللغة الدولية للتعامل بين الناس، وظلت في حين إنه سابقة لسه اللغة اليونانية، اللغة اليونانية الهلنستية بعد وفاة الإسكندر المقدوني الكبير سنة 323 قبل الحساب الميلادي صارت هي اللغة الدولية. إذن الآرامي زي ما قلنا الشعوب المسيحية بدها تميز حالها عن الشعوب
الثانية اللي كانت تحكي آرامي تميز حالها مش من باب التفوق ولا النظرة الفوقية، بل من ناحية إنه نقلت الإنجيل إذا في لهجتها، وهي اللهجة الشرقية والغربية بين السرتو والإسترانجيلي هي اللغة اللي بنسميها السوريانية. طبعاً بديش أحكي عن اللغة القبطية في مصر اللي هي هوية مصر، يعني مصر إيجيبت. شو يعني إيجيبت؟ أيجيبتوس. شو يعني إيجيبتوس؟ جي أيجيبتوس يعني أرض الأقباط. مين هم الأقباط؟ الأقباط هم الشعب الفرعوني، شعب مصر القديمة اللي اعتنق المسيح، اللي اعتنق المسيحية. وبحب أقولكم إنه في اللغة العربية منميز في الصفة القبطي والقبطي. القبطي هو الإنسان، مثلا قتل في الصعيد قبطي، إذن بالكسرة. أما بالضمة هي للأشياء، مثلا المركز القبطي للوسائل السمع بصرية، أو في نوع من القميص أو خلينا أيوة بسموه القبطية بالضمة. طبعا كلمة قبط أساسها هي يونانية، وربما طبعا أساسها أعتقد من اللغة الفرعونية نفسها، ولكن وصلتنا باليوناني. خلينا نيجي على الجزائر. الجزائر بقول لك في اللغة العربية، حلو، كان في الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الفرنسي اجا وراح، ولكن بقول لك في مش بس في الجزائر، في قبائل تانية بسميهم الأمازيغ. الأمازيغ هاي لغتهم، هاي هويتهم، وحصلوا على نوع من الاعتراف باللغة الأمازيغية التي لا علاقة لها باللغة العربية. وأيضا عندنا القبيلين، سموهم بالفرنسي لا كابيلين، القبائل، برضو القبائل هذول مش عرب أساسا. ماذا نستنتج؟ نستنتج إنه فعلا الدين لله والوطن للجميع، إنه إحنا المسيحيين العرب مبسوطين إن نحكي عربي، مبسوطين إن نكون على اتصال بالعالم العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، نصر على عروبة فلسطين وبدناش إنه الصهيونية تأكلها أكل، وفي نفس الوقت نميز هويتنا إحنا. وكما قال عدة زعماء عرب منهم رئيساء دولة فلسطين إنه المسيحيون الفلسطينيون هم نواة الشعب الفلسطيني. المسيحيون الفلسطينيون موجودون قبل المسلمين الفلسطينيين، يعني إذا خصوصا منعد إنه أو نعرف عن طريق التاريخ طبعا إنه المسلمين العرب المسلمين دخلوا دمشق سنة 634، غزة 637، ويبدو أن الجامع الكبير في غزة هو كنيسة القديس بورفيريوس، وغير عن أنه الجامع الأموي الكبير في دمشق هو كنيسة مار يوحنا المعمدان، والقدس اللي هي إيليا كابيتولينا اللي هي زهرة المدائن، عاصمة فلسطين، أورشليم، يابوس الكنعانية دخلها العرب بقيادة القائد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي يبدو أن المسيحيين هم اللي لقبوه بالفاروق. فاروق كلمة برضو سريانية تعني المخلص، لأنه لم يرد أي قتل للمسيحيين على ما يبدو، بل اكتفى بالجزية. إذن دخول المسلمين إلى القدس كان سنة 638،
والقديس يوحنا الدمشقي اعتقد اللي كان يا هو يا والده في بلاط بني اميه، هو نفسه كان في بلاط بني اميه، اعتقد اسمه سرجون بن منصور، بيكتب في كتابه رقم 111 بيحكي عن، ما بذكرش اسم المسلمين، بقول الشرقيين سراكيني، وبفسرها بقول هاجر، هاجر اللي بالعهد عندنا بالعامية بسموها هاجر، هاجر الأمة الفرعونية اللي طبعا ما كانتش عربية. شو بتقول؟ إنه سارة يعني سارة كيني، كيني سارة كيني يعني سارة أرسلتني فارغة، سارة أرسلتني أنا وابني إسماعيل فارغين إلى الصحراء. إذن هذا هو التفسير الشعبي اللطيف الذي يعطيه القديس العظيم يوحنا الدمشقي سرجون بن منصور لكلمة سراكيني. يعني إذن إحنا في محبة المسيح طبعا نحب جميع الناس ولا نتبرأ من العروبة، بل نأخذ العروبة ثقافة وحضارة، ولكن كان منى الكثيرين منا إنه يكونوا أصحاب لسانين يعني لغتين وحضارتين وثقافتين، زي عند إخواننا الكلدان والسوريان وبعض الموانئ المطلعين على اللغة والثقافة والحضارة السوريانية. وشكرا لكم.